بالنسبة للتحاليل ما كاينش شي حاجة اللي خايبة، يعني جميع التحاليل خرجت مزيانة إلى حدود الساعة. درنا ان كولتور، درنا ان بريليفمون فاجينال، درنا ان بيلو سونكان، الحمد لله خرج كل شيء مزيان. نتمنوا انه دابا تعالج على المستوى النفسي، خاصها تكون زيارة ديال الطبيب النفسي على اساس انها تحدى هذه الوضعيه اللي حنا كنتخوفوا منها اكثر، لانه الامراض ممكن تعالج بحال هذاك التاتواج الانفلاماسيون اللي شاف الدكتور الاختصاصي في امراض الجلد، قال لك ما كاين حتى شي مشكل، كاين انسول انفلاماسيون راه عطيناها ان تريتمون، ولكن الجانب النفسي خصهم يتركزوا عليه باش تكون متابعه نفسيه حتى انها يمكن تجاوز هذه الوضعيه اللي فيها هي. بالنسبه لواحد التحليله اللي باقا بكتيريولوجيك، هذيك مازال ما خرجاتش، كنديروها كون كولتور، وكنديروها اونيفو سونغان خرجت مزيانه، لا كولتور مازال كنستناو فيها حتى الاشياء غنعطيوهم ان شاء الله.